تحرك عسكري جديد بدأته قوات الجيش والنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا ضد عناصر مفترضة لتنظيم القاعدة على الساحل الغربي بمحافظة حضرموت، حيث أعلنت قيادة الجيش بالمحافظة وبدعم وإسناد جوي من التحالف العربي انطلاق عملية القبضة الحديدية في المنطقة الغربية وتحديدا في مديرية يبعث غربي المكلا، بهدف توسيع الانتشار العسكري بالساحل وملاحقة مسلحي القاعدة في آخر المواقع التي يتوقع تحصنهم بها في مناطق الساحل. انطلقت صباح اليوم مهمة القبضة الحديدية ضمن جهود قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب في حضرموت، وهذه العملية تأتت لمكافحة الإرهاب واستئصاله في كل مناطق وربوع مديريات ساحل حضرموت. هذه العملية العسكرية والتي تأتي بعد أشهر من تنفيذ عملية الجبال السود ضد مواقع التنظيم في مرتفعات الضليعة بالهضبة الشمالية الوسطى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.